فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا نصحنا القبوريين قالوا أنتم خوارج تقاتلون أهل الإسلام وتتركون أهل الأوثان. إيه، إذا صاروا من أهل الإسلام حرم قتالهم، لا تثبتوا أنكم من أهل الإسلام وأنتم تدعون غير الله، تذبحون لغير الله وتنذرون لغير، أنتم لستم من أهل الإسلام بالأدلة الصحيحة المتواترة. أما نحن نبرأ إلى الله أن نقاتل أهل الإسلام، من لسنا مثل الخوارج، نحن نقاتل من يجب قتالهم، من قاتلهم الصحابة وأبو بكر الصديق وقاتلهم. نعم.